السلام عليكم. أطلق نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري تصريحات مثيرة للجدل حول أداء التحالف في عدن، واصفا إياه بالاحتلال غير المعلن. التصريحات هذه المرة جاءت عبر قناة بي بي إس الأمريكية، ما يبدو أنها رسالة للمجتمع الدولي مفادها نحن نقبع تحت الاحتلال والوصاية الإماراتية. الميسري قال أيضا إنه لا يتمتع بأي صلاحيات على المطار أو الميناء أو السجون الذي يفترض أنها تتبع وزارته، مبررا ذلك أن الإمارات تسيطر على كل مرافق الدولة وتتعامل مع بعض الضباط بشكل مباشر ومخالف للقوانين. الوزير الميسري رفض أن يخرج من عدن رغم محاولات التحالف الحثيثة إبعاده إلى الرياض التي سبق وأن فشلت أيضا في إقناع الرئيس هادي بعزل الوزير الميسري. ما هي التداعيات القانونية والسياسية لتصريحات وزير يقول إن عاصمة بلده تخضع للاحتلال؟ هل سيترك الرئيس هادي الوزير الميسري يواجه نتائج صراحته؟ أم أن الشرعية تشهد ترتيبات لتصعيد الملف دوليا خصوصا ضد الإمارات؟ وأن عدن هي المرحلة الثانية من مشروع استعادة الدولة من يد الإمارات بعد سقطرى. لماذا لا تكون قوات السعودية والإمارات في مناطق القتال مع الحوثيين كما تساءل الميسري؟ أسئلة تعيدنا إلى سؤال المهد، هل جاء التحالف لليمن ليمكن شرعيا من السلطة أم ليمارسها بدلا عن الحكومة؟ أعزائي المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في المساء اليمني بعد مشاهدة هذا التقرير. ضحكة سياسية أطلقها وزير الداخلية أحمد الميسري في سياق الحديث عن عدن التي قال الميسري إنها تعيش احتلالا غير معلن، خلال الحديث الذي دار بينه وبين مذيعة بي بي إس الأمريكية، مؤكدا أنه لا يملك أي سلطة بصفته وزير داخلية. يقول الميسري: لا أستطيع الذهاب إلى المطار إلا بإذن الإمارات، ولا أستطيع الذهاب إلى الميناء إلا بإذن الإمارات، حتى السجون التي يفترض أنها تتبع وزارة الداخلية تقع تحت سيطرة الإمارات. بهذه التصريحات يعود الميسري بعدن لفوهة البركان لتكون الجولة الثانية بعد موجة جدل أعقبت إنزال قوات إماراتية في جزيرة سقطرى. تصريحات الميسري أثارت ردود فعل كبيرة في مواقع التواصل، ويبدو أنها ستثير لغطا سياسيا في الرياض خلال الأيام القادمة. مراقبون يقولون إن تصريحات كهذه في قنوات أمريكية سيكون لها تأثير واسع على الرأي العام الدولي الذي يرى أن دول التحالف جاءت لمساعدة الحكومة الشرعية واستعادة سلطتها، بينما الواقع على الأرض يقول إن ما يقوم به التحالف في العاصمة المؤقتة وبعض المحافظات هو ممارسة سلطة بديلة وليس تمكينا للحكومة كما جاءت تصريحات الميسري. السلام في القرار 2016. عقب أزمة سقطرى كانت الحكومة الشرعية قد بعثت برسالة لمجلس الأمن قالت فيها إن الإمارات تعيق عمل الحكومة في المناطق المحررة، فهل تكون هذه التصريحات بداية لمرحلة تدويل الأزمة اليمنية مع الإمارات؟ عقب محاولات انقلاب المجلس الانتقالي في يناير الماضي، تعرض الرئيس هادي ورئيس حكومته إلى ضغوط لم تنجح من أبو ظبي والرياض لتغيير الوزير الميسري، لكن الشرعية تبدو متمسكة بالوزير كونه الوحيد الذي لا زال يمثلها من داخل عدن ثابتا فيها، لم يتزحزح رغم كل عروض الترغيب والترهيب. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية فهمي الثقافة صحفي المحلل السياسي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ فهمي. أهلا بك معنا، وأود أن نتحدث عن التصريحات الجديدة لوزير الداخلية أحمد الميسري حول طبيعة العلاقة الإماراتية مع عدن والشرعية، كيف يمكن قراءتها؟ أعتقد الأستاذ أحمد الميسري وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء فعلا تحدث بجرأة وشجاعة هي معهودة حقيقة في الرجل، فهي للأسف شديد ليست علاقة شراكة بين التحالف والشرعية. نعم. فعلاقة الشراكة هي تكون عادة ودائما تكون بيننا الدين. فالشرعية ليست ند للتحالف للأسف شديد، هي من وضع نفسها ذلك الموضع، وهذا أمر مؤسف حقا. نعم. أقوله أنا أتميز غيظا وقهرا إنه هذه العلاقة المختلة بين التحالف وبين الشرعية. ليست علاقة للأسف شديد كما قلت تحالف يكون بيننا الدين،
فالعلاقة هي حقا علاقة احتلال. الإمارات والتحالف عموما والإمارات تحديدا هي محتلة فعلا لليمن احتلال بكل ما الكلمة من معنى. الإمارات تفعل ما تريد وتعمل كل ما تريد، والسعودية تغض الطرف عنها. نعم. إلى أن تجأر بالشكوى الشرعية، تدخلت السعودية وطيبت بخاطر الشرعية واحتوت الأمور وحلت هي محل الإمارات. نعم. مثل ما حدث في سقطرة. في سقطرة هل نتوقع يعني ما حصل في سقطرة يحدث في عدن؟ يعني هل يمكن أن نقارب هذه التصريحات مع الأحداث الأخيرة في سقطرة؟ شيء مؤسف فعلا. يعني الشرعية أنا كنت أظن وكنت أتوقع هكذا، ولست وحدي في ذلك، بل كثيرين ذهبوا ذات المذهب، توقعنا أنه الشرعية حقا وفي موضوع سقطرة كانت تضغط وكانت تعمل على حل جذري فعلا لإشكالية العلاقة الملتبسة بينها وبين الإمارات، لكن للأسف الشديد فقط اقتصر الأمر على سقطرة، بل وعلى سقطرة عادوا أيضا ما طلت الإمارات ولم تخرج ولم تغادر من الجزيرة القوات التي أتت بها إلا بعد مغادرة رئيس الوزراء بيومين تقريبا، وهذه رسالة واضحة حقا يعني، وحلت محلها قوات سعودية. السعودية دائما تتدخل في دور المنقذ الطيب الذي يأتي فقط كيطفئ حرائق وهكذا، لا بالعكس، على الشرعية أن تعمل الآتي، عليها أن تحدد العلاقة بشكل واضح بينها وبين التحالف، بل وتصرف بالذات على أنه الإمارات والسعودية أن لا يتدخل في الشأن العام الداخلي لليمن، وهذا حق حصري فقط لدولة الشرعية. للأسف الشديد الشرعية لم تعمل على ذلك، كان يفترض أنها تنجز الموضوع هذا مع موضوع سقطرة، لكنها لم تفعل، واعتقد أنه في أشياء ربما نحن نجهلها. نعم. الميسري ليس الوحيد من بين وزراء الشرعية الذي تحدث. نعم. أشار بأنه العلاقة فعلا علاقة احتلال غير معلن، وأشار إلى أنه لا يقدر أن يدخل عدن إلا بإذن الاحتلال الإماراتي، وأشار إلى أنه كوزير داخلية لا يمكن أو لا يحق له أن يزور السجون وإلى آخره. فعلا سبقه وزير حقوق الإنسان لم يمكن، نائب وزير حقوق الإنسان لم يمكن من زيارة السجون وإلى آخره، النائب العام لم يمكن من زيارة السجون وإلى آخره. يعني الأمر ليس مقصر على الميسري فقط، الميسري أجا وقال كلمة حق وقالها بجرأة وشجاعة وهي معهودة فيه حقا، وللأسف الشديد أعتقد أنه كل ما تفعل السعودية أما أنها تضغط على هادي بإزاحة الميسري، وهذا فعلته وستفعله، ولكن إلى أي مدى يستجيب لهم الرجل لا أدري. الأمر الآخر، ما تتدخل السعودية فقط بسياسة تطيب الخاطر للشرعية والشرعية تقبل، وهذه هي المأساة بعينها لا أدري. فقط أنا حقا أمام ما يجري، والله أمام ما يجري، أنا أعتقد إنه الرئيس عبد رب منصور هادي هو المسؤول الأول، أنا في نظري أولا، إما أن يكون متواطئ مع الإمارات في دورها الذي تقوم به الآن داخل اليمن، ولا تفسير لدي غير هذا، وسيظل هذا اتهامي للرجل قائم إلى أن يثبت العكس. نعم. ألا نتوقع يعني أن المسألة هي مسألة الحفاظ على الشكل العام للتحالف، وأن هناك ضغوطات أيضا تمارس عليه من قبل السعودية؟ يعني هل يعقل أن يقبل رئيس دولة أن يجتزأ جزء من البلد الذي يرأسها وتحكم بطرق غير شرعية؟ ألا نتوقع أن هناك ضغوطات أخرى تمارس ضده؟ أي كانت الضغوطات في مسألة السيادة يعني فوق أي اعتبار ينبغي، ما الذي تبقى منه؟ ما الذي تبقى له في الشرعية؟ عن أي شرعية سيتحدث ساعتها هذه؟ إذا كانت الإمارات الآن كل ما تفعله الإمارات إذا حكومة بن دغر هي أساساً لا تعترف بشرعية حكومة بن دغر، لديها الشرعي هو فقط بحاح، وبالتالي عندما لا تعترف بشرعية بن دغر معنى أنها لا تعترف بشرعية عبد رب منصور هادي، انتهى الأمر. هذا الأمر واضح وجلي، لا أدري يعني ما الذي يجعل الرئيس عبد رب منصور هادي حتى اللحظة صامت. فهمي. نعم أستاذ فهمي، يعني طالما الأمر بهذا الوضوح الذي تتحدث نعم. عنه، طالما الأمر بهذا الوضوح الذي تتحدث عنه، يعني الإمارات لا تعترف بحكومة بن دغر ولا تعترف أساساً بالرئيس هادي، يعني كيف تقبل السعودية كونها رئيسة هذا التحالف أن يعني تكون الإمارات عضواً فيه وهي يعني تشوهه من الداخل بهذا الشكل؟ إن المصالح طبعاً السعودية من مصلحتها، السعودية والإمارات لديهما مشاريع خاصة باليمن، ولا يكترثان لا لشرعية هادي ولا غير هادي، هؤلاء فقط مع مصالحهم ومع ما تمثل مصالحهم وما تعنيه مصالحهم لهم حقا.
أما مسألة الشرعية وهكذا أنه مخطئ من يظن أن التحالف هذا أقيم عشان هادي وعشان شرعية هادي وعشان عودة هادي إلى السلطة والحكم، لا، هذا مجرد محض ذريعة. التحالف تدخل في الحرب في اليمن قبل أن يطلب الرئيس هادي، هادي أجا طلب للتحالف فقط لشرع وجوده على أرض اليمن للأسف الشديد. ومع ذلك نرى الآن التعامل الذي يتعامل به التحالف إزاء هادي، رئيس دولة حتى اللحظة عايش في المهجر مقترب كمواطنيه بفعل التحالف الذي يقول أو يدعي أنه سيعيد إلى السلطة والحكم. من يصدق هذا؟ أي عقل بإمكانه أن يصدق هذا الكذب البواح؟ يعني صعب جدا التصديق أنه العاصمة المؤقتة، ما يطلق عليها العاصمة المؤقتة عدن، أصبحت تضيق برئيس الجمهورية. معقول؟ لا يمكنهم تأمين العاصمة المؤقتة هذه الدول، دول التحالف؟ لا بالعكس، بل الإمارات طلبت من السعودية أن أبقوا هذا الرجل عندكم ولا يأتي إلى هنا ونحن نفعل ما نريد. تقاسم نفوذ ما يحصل بين السعودية والإمارات في اليمن هو تقاسم نفوذ، مناطق نفوذ حقا كمحتلين للأسف الشديد. لا أدري إلى أي مدى سيصمت هادي، لا أدري إلى أي مدى ستصمت حكومة هادي، لا أدري إلى أي مدى سيصمت من حول هادي الملتفين حول الشرعية من أحزاب غيرها. إذن هل حل فعلاً نتوقع؟ لكن هؤلاء كلهم لا يعنيهم اليمن، لا تعنيهم سيادة اليمن، لا يعنيهم حرية وأمن واستقرار اليمن مطلقاً، ولا يعنيهم بالنهاية استقلال اليمن للأسف الشديد. هؤلاء يعتقد أنهم قبضوا ثمن احتلال اليمن للأسف. إذن هل نتوقع تصريحات وإلا يتصرفوا كما ينبغي أن يتصرف القادة الوطنيين الحقيقيين؟ نعم، تتوقع أستاذ فهمي يعني أن هذه التصريحات يعني تحمل مكاشفات أو احتجاج من نوع ما أصدره الميسري ليوصله إلى العالم بطريقة يعني واضحة لم يعد فيها أي مجال للشك؟ طبعا الميسري هو قال ما قاله، هي رسالة موجهة للعالم، موجهة للعالم أنه بلدي تحت الاحتلال، هكذا يقولها بالحرف الواحد. أنا وزير داخلية لا أستطيع أن أزور سجن، لا أستطيع أن أزور مطار أو ميناء أو غير إلى آخره من الكلام هذا. أن الحكومة يعني غير لا تمكن من أداء واجباتها وأعمالها وإلى آخره إلا بإذن الإمارات. يعني الرسالة واضحة ومعبرة وفي منتهى الوضوح، وما وعده بعقد مؤتمر صحفي يقول فيه ويوضح فيه الموضح إلا هذا. هو يريد أن يوصل رسالة بأن البلد محتل من قبل الإمارات، ولعله في هذا أيضا يوصل رسالة إلى الشرعية وإلى هادي تحديدا، يعني يعطيه فرصة إن أتحرك أن قل ما يجب عليك أن تقوله أو أنا سأقول. هكذا أعتقد أنه لسان حال الميسري يقول للأسف الشديد. نعم، نريد يعني حقا في مسؤولين بمستوى الميسري أن يقولوا كلمة حق بكل جرأة وشجاعة ويتحملوا تبعاتها. أما الصمت على احتلال الوطن وعلى تمزيق الوطن هذه خيانة لا تغتفر حقا. عليهم أن يهبوا الآن قبل القد. هادي عليه أن يتحرك ويخاطب المجتمع الدولي بكل صراحة ووضوح أن الإمارات أصبحت دولة غير مرغوب فيها، وإن ما تفعله هو فعل محتل، فعل احتلال للبلد، وإلا فهو شريك معها في احتلال البلد. نعم، يعني نحن وجدنا كيف هناك تحرك لسعادة سقطرى. نعم، سيظل هذا الاتهام معلق وأشير بأنا إلى هادي إلى أن يثبت العكس، وساعتها سأكون مدينة له باعتذار. نعم، إذن دعنا يعني نشرك معنا في حوارنا هذا دكتور محمد السعدي المتحدث باسم الائتلاف الجنوبي من الرياض. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، أهلا بك معنا. دكتور محمد، يعني كتبت في صفحتك على الفيسبوك عن مؤشرات مواجهة في عدن، ما يدور غير طبيعي، قلت هناك تحشيد غير طبيعي. ما هي هذه المؤشرات وما مدى خطرها؟ طبعا الوضع في عدن منذ أحداث يناير 2018 وإلى الآن لم يتم هناك ترتيبات صحيحة في العاصمة عدن. يعني بقى الحال على ما هو عليه، اليوم العاصمة بدون محافظ إلى اليوم. لدينا أيضا لم يتم ترتيب وضع القوات اللي خارج إطار المؤسسات. لدينا يعني تقسيمات داخل عدن، هناك مناطق تخضع لقوات أمنية وهناك مناطق تخضع لقوات أمنية أخرى. مسمى هذه القوات هي قوات أمنية، لكن من تتبع لأفراد
لم تتمكن حتى الآن وزارة الداخلية من ضبط هذه القوات في معسكرات تخضع للدولة، وبالتالي بقاء الحال على ما هو عليه أدى إلى زيادة الاحتقان. لا توجد هناك حلول كاملة في العاصمة، وبالتالي ما نراه اليوم من انفلات أمني ومن حشد تعبوي إعلامي، نحن نراقب أيضا الإعلام من كل طرف، نجد أن هناك حملات من كل طرف، حملات تتهم الطرف الآخر أما بالتقصير أو بالتآمر أو بشيء مثل هذا. هذا التحشيد الإعلامي واجهه أيضا تحشيد واحتقان على الأرض، لأن هذا انعكاس يعني التحشيد التعبوي الإعلامي يؤدي إلى احتقانات أيضا لدى الشارع. مع وجود هذه التقسيمات معنى ذلك أننا نتجه إلى مواجهة، هذه مؤشرات المواجهة. قبل أي معركة أو أي مواجهة لابد أن يسبقها حملات إعلامية تمهد ما سيأتي مستقبلا، وبالتالي هذا مؤشرات نراها أنها مؤشرات خطيرة، وبالتالي يجب على الجميع في هذه المرحلة أن يعملوا بشكل جاد لإيقاف حالة الاحتقان وحالة التعبئة. نعم، هل تتوقع إذن عودة الفوضى إلى عدن؟ لا نقول فوضى، ستكون أتوقع عودة المواجهة مشابهة لمواجهة يناير 2018. نعم، هناك ستكون مواجهة، هذه المواجهة سيكون الخاسر بها الجميع. لدينا هناك عدو موجود في صنعاء وهو العدو الرئيسي، الإشكاليات الداخلية ممكن معالجتها بلغة الحوار، بالنقاش، بالاستماع للآخر. كل الأطراف هم في خندق واحد في مواجهة جماعة الحوثي، ولكن الآن الاختلاف على السلطة والنفوذ على الأغلب، وللأسف لا يوجد هناك حتى الآن لغة الحوار، هناك لغة التحشيد من كل طرف. نعم، وهناك يعني اتهامات متبادلة بين كل طرف، وهناك حشد عسكري أيضا من كل طرف. يعني بالأمس يحدثنا بعض الزملاء عن تحركات الأطقم بالمجموعات بين الحين والحين الأخرى، يعني تحركات زادت خلال الأسبوعين الأخيرة. أطقم تتبع من؟ لا أحد يستطيع يحدد من هؤلاء. للأسف الوضع في عدن بصورة عامة لا يمكن أن تميز النقاط العسكرية، هذه النقاط تتبع من؟ لا يوجد هناك زي عسكري موحد، لا توجد هناك يعني مثلا شكل للأطقم الأمنية تتبع وزارة الداخلية أو تتبع نخبة أو تتبع حزام أمني، كله متشابه، وبالتالي المواطن لا يدرك يعني من خلال معرفته مناطق النفوذ فقط، لكن ممكن تمر أطقم بدون لا يدرك هي تتبع من بالضبط. نعم، إذا هل تتوقع دكتور محمد يعني نحن إذا ما تحدثنا عن مواجهة شبيهة بمواجهات يناير، نعلم جيدا يعني أن هناك أطراف مدعومة يعني من الخارج بوضوح، هل نتوقع يعني خاصة بعد تصريحات الميسري أن تستميت هذه الأطراف في دعم يعني من في الداخل للاستحواذ على السلطة في عدن؟ الوضع في العاصمة وضع معقد، لابد من جميع الأطراف أن تجلس على طاولة للاتفاق. استمرار هذه الحالة معناها ستكون هناك مواجهة، المواجهة ستؤدي إلى دمار المدينة وإلى مشكلات ومضاعفات لا يمكن معالجتها فيما بعد. لدينا هناك إشكاليات، لابد أولا التنفيذ ما أتى التحالف أتى لدعم الشرعية، وبالتالي لابد من تثبيت الشرعية كمؤسسات دولة تعمل من العاصمة. إبقاء مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة معنى ذلك بقاء الفوضى، وبنفس الوقت على الشرعية أن تنفتح على المقاومة وترى ما هي المشكلات وتعمل على معالجات. بنفس الوقت التجنيد المفتوح لأعداد كبيرة من الأفراد أصبح غير منطقي، عندما تتحدث المنطقة الرابعة أن لديها عدد المجندين أكثر 200,000، منطقة هي ليست جيش، يعني عندما تتحدث عن هذه الأرقام أرقام كبيرة جدا، فهذه أرقام غير منطقية بالنسبة للتجنيد، وبالتالي هناك مشكلة في التجنيد، هناك مشكلة في الاستيعاب، وهناك أيضا ضعف في دعم الشرعية في الاستقرار داخل العاصمة. هذه كلها مشكلات كبيرة، لابد الجلوس و يعني مناقشة هذه الملفات بشكل شفاف بدل من أن يتمترس كل طرف ويتهم الطرف الآخر. يعني في الأخير نعم تفضل. نعم تفضل. أود أن أعرف يعني قراءتك لتصريحات الميسري الأخيرة حول الشلل الذي يضرب الأجهزة الأمنية، سيطرة الإمارات على جميع المنافذ وعدم قبولها لأي طرف بزيارة السجون أو المطار أو الميناء وما إلى ذلك.
هذه المشكلة في عدن ظهرت. هي أنا كنت موجود في عدن فترة الحرب وحصل وندرك ما حدث بالضبط. الذي حدث أن عدن كانت تحكم بمنظومة علي صالح. علي صالح كان لديه منظومة أمنية خاصة لا يشاركه الجنوبيون. كان هناك نظام يمارس الاحتلال بشكل فعلي داخل عدن. بعد الهزيمة في 2015 هزيمة الحوثي وعلي صالح حصل فراغ كبير لهذه المؤسسات. لا يوجد ضباط، لا توجد قوات، حتى الأمن السياسي والأمن القومي كلها اختفت. فبالتالي حصل هناك فراغ أمني كبير جدا. وكان من المسؤولية منذ البداية، يعني لا توجد هناك مؤسسات. يعني تخيل مثلا عندما أرادوا أن يجمعوا أفراد الشرطة في عدن فقط ولم يجدوا غير 200 إلى 220 فرد فقط، بينما أغلب الأفراد كانوا من مناطق بعيدة ذهبوا مع ذهب الحوثي وعلي عبد الله صالح. فبالتالي حصل فراغ كبير. هذا الفراغ لم يكن هناك إدارة قوية لترتيب الأوضاع من الداخل، بمعنى يعني ترتيب وضع الأمن السياسي، ترتيب وضع الأمن القومي، ترتيب وضع الأمن الشرطة السجون. كان هناك فراغ كبير جدا. وبالتالي الذي كان موجود هناك آنذاك هو الذي ملأ الفراغ. وهنا حصل الاختلال. لم يكن هناك عمل منظم أدى إلى سيطرة مجاميع على سجون معينة، على مناطق معينة، وأصبحت مناطق نفوذ. هذه القوى مع الوقت أصبح لها دخل خاص، واستطاعت أن تسيطر على بعض المرافق الحيوية، وأصبح لها دخل يخصها، وبالتالي هي تريد الآن أن تبقى كما هي. أما أنها يعني يتم دمجها وتحصل على مطالب هي صعب تحقيقها لها، أو أنها ستبقى كما هي وتنافس الدولة. وهذه مشكلة، هذه مشكلة حقيقية. فبالتالي عندما أتى الوزير الميسري وجد أن الوضع مفكك بالنسبة لوزارة الداخلية. هذه السجون خاضعة إلى ميليشيات معينة، هذه المراكز خاضعة إلى ميليشيات أخرى، وبالتالي القوى الأمنية نفسها ضعيفة غير منظمة. مع ذلك يضاف إلى ذلك لا يوجد هناك يعني تنسيق كامل بينهم وبين التحالف. هذا أدى إلى ضعف وانحصار قوة الداخلية بالنسبة للشرعية. لذلك الجلوس جميعا ما بين الشرعية والتحالف لترتيب هذه الأمور هو الحل، هو المخرج. ما لم فإن المسألة ستستمر والتعقيدات ستستمر. إذن يعني ربما كل ذلك يعني يجعلنا نتساءل، يعني حديثك عن وجود الفراغ الذي ملأه من هو موجود بعد تحرير عدن من الحوثي وصالح، يجعلنا نتساءل ما الذي تريده الإمارات بالضبط من عدن؟ أليست هي جزء من هذا التحالف الذي أتى لتحرير عدن من تحالف صالح والحوثي؟ السؤال هنا يجب أن تجيبه هي قيادة الشرعية. ما هي طبيعة الاتفاقات الموقعة مع التحالف؟ ما هي طبيعة يعني إدارة المناطق المحررة؟ هنا لا أرى وضوح هناك قيام للشفافية حول هذه الاتفاقات. هل الاتفاقات تشمل شراكة التحالف في قيادة المناطق المحررة؟ أما أن التحالف ليس له من المفترض فقط أن يقدم دعم للشرعية، والشرعية هي التي تقود المناطق المحررة، بينما التحالف ينتهي دوره بالتحرير. وهذه الأمور يجب أيضا أن تحسم يعني وتحدد هذه العلاقة بشكل جيد، وهذا لا يكون إلا عبر الحكومة الشرعية، لا يكون عبر مكونات سياسية أو كذا. وبالتالي لابد من تصحيح وضع العلاقة ما بين الشرعية والتحالف، وتوضيح للناس ما هي الطبيعة الحقيقية لهذه العلاقة. وبالتالي هذا الأمر أو هذا السؤال يجب أن تجيب عليه حكومة الشرعية أكثر من أي شخص آخر. إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح السعدي المتحدث باسم الائتلاف الجنوبي من الرياض، كنت معنا عبر الهاتف. استأذنك أستاذ فهمي أنت وأستاذ المشاهدين أيضا للذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليك. افتنا بالحرب الويل، ضربونا احنا من الجبل مضون علينا انا كل الهدف، بس الله ستر. دقت بحقنا احنا المدرسه، اجت الصوت قوي ودقت بحقنا احنا المدرسه، بعدين دخلت امن المقصف حقنا احنا، بعدين راحت بالجم الثاني، بعدين جتنا احنا الضربه، ناس كلهم راحوا، جت الضربة من المسجد وقالت من عندنا احنا قالت لي هنا. اهلا
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، واجدد ترحيبي بك استاذ فهمي. استاذ فهمي، يعني ربما استمعت لحديث الضيف عبر الهاتف الدكتور محمد صالح سعدي الذي يتخوف من وجود مواجهات جديده على غرار مواجهات يناير 2011، هل يعني تتوقع انت فعلا عوده المواجهات خاصه مع التحشيد الذي يحصل ومع يعني التسليح الذي تحدث عنه، يعني هل يعني ام انها مجرد مخاوف لم يعني تتحدد ملامحها بعد على ارض الواقع؟ لا، حقيقه هي المخاوف هذه قائمه مش ليست من اللحظه، لكنها قائمه حقا منذ ان بدا التحالف ومنذ ان بدات سيطره الامارات على عدن. سيطرة الإمارات على عدن أنشأت مكونات موازية لمكونات الدولة، أي أنشأت أجهزة وميليشيات مسلحة وأجهزة عسكرية وإلى آخره، هذه جميعها تدين بالولاء للإمارات. الأجهزة الموازية للأجهزة الشرعية التي أنشأتها الإمارات هي الإشكال، يعني أي أن ستظل مسألة المواجهة قائمة وستظل كثيرين يتوقعوا مسألة المواجهة، لأن الواقع يقول هكذا. يعني للأسف الشديد هؤلاء التعبئة تحت التعبئة ظلوا، يعني هؤلاء ينظروا للشرعية وهكذا وأنها أتت على حسابهم وأنها بالنسبة لهم مشكلة وبلوا مشكلة وجودية، والعكس الشرعية تنظر لأنه من حقها أن تبسط نفوذها على كل مكان تعتبره في حيز سلطتها وإلى آخره. طبعا هذا الأمر متوقع، يناير كانت بروفة ستليها بروفات أخرى، لكن سيحدث ستأتي اللحظة التي يحدث فيها الانفجار العظيم، وهو انفجار لن يبقي ولا نذر للأسف شديد، لأن السلاح منتشر في كل يد، لأن الكل معبى ضد الكل. نعم. الجميع بس سيقف ضد الجميع، فقط هؤلاء ينتظروا إشارة البدء، وهنا تكمن المشكلة. ستكون يناير 86 ويناير 2018 هي مجرد نزهة أمام ما سيأتي أو ما سيحدث للأسف شديد. نعم. يعني هل يعقل أن يصل الأمر إلى هذا الحد، أن تجازف الإمارات يعني إلى هذا الحد وأن تتواجه مع دولة ومع شعب يرفض وجودها بهذا الشكل مجرد يعني قبول بها من بعض الأطراف؟ الإمارات لا تكترث لشيء، لا تكترث لدولة ولا تكترث لشرعية ولا تكترث لأحد. اولا الامارات لن تخسر سوى المال فقط، لن تخسر من دماء ابنائها. الامارات كم منهم سكانها؟ 10 نفر يعني، ايوه، عشان تواجه دوله؟ لا، الامارات في مواجهتها هذه كلها تعتمد اما على الشركات التي تستاجرها كمرتزقه في الداخل بلاك ووتر وغيرها، يعني او على ما تجندهم اليمنيين فقط اللي هم محتاجين لاموالها للاسف الشديد، وبالتالي لا يهمها ان تزهق ارواح هؤلاء وان تسفك دمائهم، فهؤلاء بالنسبه لها مرتزقه. يعني في مثل يمني عندنا داري يقول حمار مات في كراه، أي أنك تستأجر الحمار هذا وتحمل عليه ما شئت من الحمول إلى أن ينفض أنفاسه الأخيرة، وبالتالي أنت دفعت قيمة إيجاره. هكذا الأمر تنظر للإمارات للأسف الشديد، يعني لن تخسر سوى المال فقط، وبالتالي لا تكترث للأرواح التي ستزهق والبنى التحتية التي تدمر أصلا قد دمرتها بالحرب، لم يتبقى شيء. نعم، إذن يفترض بمن يكترث أن تكون على الأقل الشرعية، يعني هناك كثيرون يطالبون هذه بأن يطلب من الإمارات مغادرة الأراضي اليمنية وخروجها من التحالف، ما مدى يعني واقعية مثل هذا الطلب؟ نعم. أو يعني أن يكون هذا هو حل عملي فعلا لحل المشكلات بين الإمارات والشرعية؟ نعم، أنا أقول حاجة قبل ما أجيب على هذا السؤال. أولا نحن الآن في عدن تحديدا، نحن الآن في عدن تحديدا تقريبا مر الأسبوع الماضي، لم يمر يوم من أيام الأسبوع الماضي إلى الأمس ونحن يوميا نشهد جرائم. نعم. قتل، اغتيال، جثث مرماه في مغالب القمامة وإلى آخره. هذا الزيادة غير المسبوقة في انتشار الجريمة في عدن هي لها مؤشر. هذه رسائل هدفها الأستاذ أحمد الميسري، يعني كوزير داخلية لطهبه. طبعا لا يمكن أن يتعامل كان مع وضع عدن، وكيف بيتعامل مع وضع عدن، وكيف بيعمل حد لوضع مسألة هذا الانفلات الأمني الغير مسبوق وهكذا، وعنده أجهزة شتى ولاءاتها شتى، طبعا ليست لوزارة الداخلية، الحزام الأمني والآخر، هذا أجهزة الإمارات.
أي وبالتالي أي كيف استعمل وزارة الداخلية؟ كيف استعمل وكيف ستوفر الأمن للناس؟ لا يمكن ولا تستطيع أن توفر الأمن للناس طالما السلاح في كل يد وطالما ثمة ميليشيات وجماعات ومكونات يعني تدين بالولاء للإمارات وغيرها. إذن والوضع كهذا، هذا الوضع يعني حقا هو واحدة من الأدوات التي تقود عادة إلى مسألة المواجهة والانفجار الكبير والعظيم. إذن والأمر كذلك على هذه يعني حقا أن يتوجه إلى العالم ويخاطب العالم بالحرف الواحد، يوجه رسالته إلى مجلس الأمن الأمم المتحدة بأن الإمارات العربية المتحدة دولة غير مرغوب فيها وإن وجودها وجود احتلال صرف داخل البلد، وبالتالي ينبغي عليها أن تغادر اليمن. يعني لا 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 مجال أمامه إلا هذه الخطوة حقا عليه أن يعملها. سلطة الشرعية هذه تقوض كل يوم من قبل التحالف وتحديدا من قبل الإمارات يتم تقويضها. عليه أن يواجه العالم وعليه أن يواجه الشعب اليمني معه أيضا وبكل صراحة ووضوح وشفافية أن يطلب بخروج الإمارات غير مأسوف عليها. نعم من الشرعية من الاحتلال من عفوا من الائتلاف من التحالف. وبالتالي وإن كان استمر هادي على صمته فهادي هو شريك للإمارات، وهادي كما قلت وأكرر اتهامي له إلى أن يثبت العكس ساعتها سأكون مدينا له باعتذار. هادي يكون شريك الإمارات في هذه الحالة ومساعدا لها في احتلال البلد وتكون قبض ثمن احتلال اليمن للأسف الشديد. أستاذ فهمي، يعني كونك في عدن أود أن أسألك يعني ما هو رأي الناس في الشارع؟ يعني حدثت عن أسبوع متخم بالجرائم وهذا شيء مؤسف أن يعني يصبح الناس كل يوم على حكاية مفزعة وعلى جريمة بشعة هنا أو هناك. يعني هل الناس ينتظرون المواجهات أم أنهم فعلا يريدون للسلطة أن تحكم سيطرتها على الأمن وأن تخرج الإمارات التي يعني ربما هي تشكل أحد المخاطر وأحد عدم يعني الأسباب لتمكن الداخلية من فرض سيطرتها على الأمن؟ الحق على الناس في عدن لم يعود أولئك الناس الذين كانوا في 2015. في 2015 تقريبا أنا الوحيد الذي أشرت من داخل عدن بأنه هذا الاحتلال، بأنه هذا احتلال أقصد تدخل التحالف. أما البقية كانوا كلهم شكرا سلمان، شكرا أولاد زايد وإلى آخره. هذا الشكر المبتذل حقا الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن. لكن هذا هؤلاء الناس الشاكرين الذين شكروا بإسراف الإمارات وإلى آخره، هؤلاء الآن تقريبا كفوا عن الشكر، فتحوا عيونهم تماما أمام حقيقة مرعبة مخيفة، أمام حقيقة مرة يحاولوا هضمها والتعامل معها الآن حقا. فبالتالي أنا في الأسبوع الماضي كنت مشارك في ورشة عمل وإلى آخره، ورأيت يعني هنا أمام نخب منظمة المجتمع المدني حقا الناس تكلموا، كانوا ما تناولوا مسألة انتشار السلاح، انتشار الجريمة وإلى آخره، ودور وزارة الداخلية. الكل أجمع طالما في سلاح منتشر وطالما في عصابات واسمه ولاءاتها شتى، لا يمكن لوزارة الداخلية أن تقوم بفعلها أو تقوم بعملها. طالما وزارة الداخلية هناك من يعطل وجودها ومن يعطل نشاطها على الأرض صعب أن تعمل. هذه قناعة عند الناس. الآن في تحركات في الشارع حقا، في نخب وفي ناشطين منظمات المجتمع المدني يسعوا إلى هذا الأساس، وأعتقد أنهم في طريقهم إلى أنهم يطلبوا مقابلة مع وزير الداخلية لوضع حد لهذا الانفلات الأمني غير المسبوق حقا. المسألة أصبحت الآن باتت واضحة جدا يعني، وأعتقد أنه الجميع يدرك أنه الجرائم كانت تحدث في الشوارع في الطرقات إلى آخره، أصبحت الآن تصل للناس إلى بيوتها، تصل إلى الناس إلى بيوتها. يطرق عليك طارق الباب تفاجأ بالرصاص ينهمر عليك. فإذا والحال هذا وبهذا الشكل، إذا سيطال الجميع، المسألة مسألة وقت. فعلى المجتمع هذا الآن أن يتحرك ويتحرك بشكل منظم، ونحن نقولها وكثيرين معنا من ناشطين منظمة المجتمع المدني، على المجتمع هذا أن يتحرك ويتحرك بشكل منظم وواعي، ويطلب حقا أولا الكف أو محاربة ظاهرة انتشار السلاح، التواجد القوي والفعال لوزارة الداخلية عبر جنودها ومؤسساتها وإجهزتها على الأرض، تواجد فعال حقيقي يحد من ظاهرة انتشار السلاح. وبالتالي يكون لابد من حل
هذه الجماعات وهذه الميليشيات التي كونتها الإمارات وهي ميليشيات وجماعات موازية لجهاز الدولة، إما أن يعاد هيكلتها على أساس وطني حقيقي وتدمج ضمن مؤسسات الدولة، وإلا إن بقت كذلك فعليها أن ترحل مع الإمارات إن شاءت للأسف الشديد. لكن هنا الآن المشكلة إنه الإمارات هي المتحكم الآن داخل عدن، الشرعية لا وجود لها إلا وجود اسميا فقط، إذن والأمر كذلك فقط الحل بيد الرئيس عبد ربه منصور هادي، عليه أن يضع النقاط على الحروف بشكل واضح، وعليه أن لا يسقي الكلام السعودي المعسول، فهو فقط من باب تهدئة الخواطر وجعل الإمارات أن تفعل ما تريد إلى أن شاء الله. هذا الأمر حقا سيكون أولا على حساب الشرعية، سيسرع في تغويضها وسيدخل البلد في فوضى، في فوضى تكون لها بداية ولن تكون لها نهاية منظورة في الأمد القريب حقا للأسف الشديد. أقول هذا للأسف الشديد، البلد معبأة، البلد صارت مخزن سلاح كبير ومخزن أيضا كبير لمرتزقة مقاتلين للأسف الشديد. هؤلاء يقاتلوا بالإيجار وولائهم لمن يدفع لهم. على الشرعية أن تتحرك اليوم قبل القد لوقف هذا الانفجار العظيم، ما لم سيجتاح الشرعية قبل غيرها وسيأتي على المواطنين لاحقا. نعم، واعتقد أن مواطني عدن واليمن عموما لم يعد لديهم ما يخسروه كثيرا. إما على الشرعية أن تواجه الأمر كما ينبغي، وإلا أن تتكلم إلى الشعب بصراحة، والشعب هو جدير بأن يواجه الإمارات، واجه منها أقوى منها قبل، واجه بريطانيا إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس وغربت عنها من داخل اليمن، وهو مستعد لأن يكرر ذات الفعل مع الإمارات ومع غير الإمارات. نعم، إذن برأيك أستاذ فهمي، يعني الوزير الميسري ليس الأول الذي تحدث عن وجود الإمارات بهذا الشكل كما تحدثنا بداية الحلقة، ولكن السؤال يعني هناك من يتخوف أن يكون مجرد تصريح لا يأتي شيء بعد كما في السابق، يعني هل تعتقد أن الرئيس هادي سيترك الميسري دون إسناد حقيقي مثل ما فعل مع الوزراء السابقين الذين تحدثوا، أم أن هناك يعني تنسيق مشترك لإشعال حملة تصعيدية ضد الإمارات؟ يا أستاذة حقا لا يستقيم الظل والعود أعواجها. نعم، هذا المثل أو الحكمة هذه تلخص حال العلاقة الراهنة بين الشرعية والتحالف. كي يستقيم الظل عليك أن تسمح العود هذا وتقيمه وتجعله مستقيما، سيستقيم الظل حينها. وبالتالي قبل الميسري تكلم كثيرون من الوزراء وتكلموا بصراحة، وهذه صامت تكلم الميسري ولن يكون الأخير على كل من وزراء الشرعية من يتكلم، الميسري لن يكون الأخير، سيأتي بعد من يتكلم. وهكذا على هذه أن يضع النقاط فوق الحروف الآن وليس غدا. ماذا ينتظر بعد أن تكلم كل هؤلاء من حكومته؟ ما الذي ينتظره؟ نعم، فقط أن السعودية عامل الأسبوع تمتص غضبها بسياسة تطيب الخواطر وهكذا، ويعود هادي إلى صمته، شيء مؤسف حقا. عليه أن يواجه الأمر الآن وليس غدا، وإلا ساعتها سيكون قد أكل هادي وحكومته وشرعيته يوم أكل الثور الأسود أو الأبيض شيئا، لا يختلف كثيرا الأمر. نعم، أسف شديد. إذن تداعيات تصريح الميسري برأيك أستاذ فهمي، يعني خاصة أنها كانت في أروقة الدول الكبرى، خصوصا أن التصريحات كانت عبر قناة أمريكية معروفة، هل برأيك سيكون ذلك رأي عام دولي ويعني يحدد نظرة مختلفة عن الدور المشبوه للإمارات في اليمن؟ هذا يذكرني بشيء بقول لك. حقا عندما حصلت مشكلة سقطرى، عندما حدثت مشكلة سقطرى تكلم العالم عنها، كل الولايات المتحدة الأمريكية خارجة ناطقة باسم الولايات المتحدة الأمريكية وتقول بالحرف الواحد أنه ما حصل داخل عدن وإلى آخره، الإمارات خرجت عن دورها في التحالف وإلى آخره. المهم أبدت على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية موقف. لاحظوا المملكة المتحدة بريطانيا صمتت صمت الغبور ولم تبدي موقف. المبعوث الدولي لليمن جريفت وهو بريطاني الجنسية نفى حتى أن الحكومة الشرعية قدمت شكوى إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة مساندا للإمارات في خطها، وبالتالي هو مع حكومته
وحكومتها هي من تقف خلف الإمارات، والإمارات تؤدي ما تريده بريطانيا وتلعب الدور الذي تريده بريطانيا كقوة استعمارية كانت، وكانت هذه ضمن مستعمراتها ذات يوم عدن تحديدا والجنوب عامة يعني. وبالتالي الميسري ما قال الميسري الآن وعبر وسائل الإعلام الأمريكية هذا كويس أنه يوصل رسالة، ولكن إلى أي مدى ستصل الرسالة هذه إن لم يعززها رسالة أيضا مباشرة وهو من الرئيس نفسه يخاطب بها الأمم المتحدة ويخاطب العالم أجمع ومجلس الأمن الدولي وإلى آخره ويطلعهم على هذا الوضع. ما لم يظل الصمت هكذا فقط سيفاقم المشكلة أكثر وستزيد وسيعقد الأمور أكثر وستكون الكلفة أبهض ثمن للأسف شديد. نعم، إذا يعني هل نتوقع حراكا عالميا فعلا لما يحدث؟ يعني الناس يستغربون لما العالم يصمت عما يحدث ولا يدعم الشرعية ويكون مساندا لها في استعادة نفوذها في المناطق المحررة. العالم لا يساند النائمين، العالم لا يساند الخانعين، العالم لا يساند العبيد، العالم لا يساند المذلين المهانين، العالم يساند من يطلب حقه، من يخرج يطالب بحقه يلتفت له العالم ويسانده. العالم لا يمكن أن يساندك وأنت ساكت وأنت صامت. وبالتأكيد هناك مثلا لا يضيع حق وراءه مطالب، هل طالب أحد هادي صامت صمت القبور؟ كيف نطلب من العالم أن يسانده أو يساعده؟ للأسف الشديد حقا. لكن عندما يتحرك هذه وساعتها يصمت العالم فعلا مع تسليمي التام بأن العالم هذا يتعرض لشراء الصمت من قبل السعودية والإمارات بأموالهم، نعم، لكن على هذه يتحرك، على هذه أن يخاطب العالم بكل صراحة وعلى رؤوس الهشاد وعلنا كي يكشف هذا العالم. ساعتها أن صمت هذا العالم ورضخ الأموال السعودية والإمارات أوكي، أقام عليهم هذه الحجة وترك الأمر للشعب حينها يتصرف ويتصدى لهذا الوضع. لكنه هو صامت ومنتظر مساعدة العالم، لا صعب، العالم لا يساعدك ولا يساندك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك فهمي الثقاف الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. الشكر أيضا لضيوف الذين ضيفنا الدكتور محمد صالح سعدي الذي كان معنا عبر الهاتف من الرياض، كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.